السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وزيد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. خدوا حبايبي الكرام، بجد لقاءنا معاكم من قناة تربية الأرانب والطيور مع أبو نرمين. ما تنساش انزل تحت اشترك في القناة، سبسكرايب، فعل زر الجرس، ادعم الفيديو بلايك. حلقة النهاردة يا شباب، سؤال أحد المتابعين عندي على القناة بيقول لي: يا أبو نرمين، أنا لقحت الأرنبة بعد الولادة ب10 ايام وب15 يوم، الارنبه ما مسكتش، وطبعا لقحت الارنبه بعد الفطام برضه ما مسكتش، ولقحت الارنبه مره ثالثه ما مسكتش. بص يا غالي، اسباب ان ممكن الام تكون ما مسكتش عده اسباب لازم تعرفها وتعرف الدنيا ماشيه ازاي علشان تبقى انت عارف انت بتتعامل ازاي مع الارانب. بمعنى اصح، اولا ممكن يكون الام دي ولدت عدد قليل شويه، او في حصل تحجر عند الام في اجنه في بطنها، فممكن ده يسبب ان الام ما عادش تعشر تاني وما عادش تمسك عشار. تمام يا غالي؟ تمام يا باشا. برضه ممكن يكون برضه بسبب اسباب ان الام ما عندهاش خصوبه او بتغير شعر. ممكن يكون الام مثلا بتغير شعر والخصوبه قليله عندها، فممكن تكون بتغير شعر فما تمسكش عشار. ده السبب. السبب الثاني ممكن تكون الام ديت جالها التهاب في الرحم وعندها مشاكل في الرحم بسبب الولاده الاولانيه، والام ما تمسكش. كل ده اسباب لازم تحطها في الاحتياط عندك، تبقى انت عارف ان دي اسباب تخلي الام ما تمسكش. النقطه الثانيه، لو انت ما عندكش الا ذكر واحد ولقحت الام دي منه ونفس الطريقه برضه ما مسكتش، يبقى تحاول انت تغير الذكر، تجرب ذكر تاني. لو نفس المشكله برضه والام ما مسكتش، يبقى المشكله من الام. يبقى كده مره اتنين تلاته، يبقى انت كده حرام عليك اكلك وحرام عليك نفسك. لا استبعاد على طول، ما تنحيش ولا تتعب في نفسك. يعني معنى اصح، خلاص هي رضعت وفطمت عيالها وبعد الفطام والدنيا تمام تمام، خلاص الام برضه نفس الطريقه ما تمسكش في الشهر، يبقى يا باشا استبعاد على طول. ده تتغير، تتباع لبتاع ايه، تاجر يطلع تباع لحم وتجيب منه نتايه ثانيه جاهزه على الشغل او نتاع شهر، تمام، تكون مضمونه وحاجه كويسه يا جماعه وتشتغل. ما تقوليش بقى اصل نتايه حلوه، اصل حجمها، اصل جسمها، اصل وزنها، كله ما حجمها ووزنها بس ما بتشتغلش. وقفه، شغل عين عندك على الفاضي، شغل عين ما فيش وراها انتاج. لازم يكون الام تكون وراها انتاج، تفتح الولاده تلاقي الولاده قلبها شغل. غير كده يا باشا ما تبقيش على الام. اهو افتح الولاده تلاقي الولاده قلبها خير. غير كده ما تبقيش على الام نهائي. هقعدها ليه؟ هقعدها ليه؟ انت عندك واحده قرفاك ومطلعه عينك، هتسيبها تعمل بقى ايه؟ ماشي يا باشا على طول. هي مره اتنين وصلت للتالته، يبقى ما اقولش بقى ايه اعالج ازاي واعمل ازاي. الحمد لله، عفوا يا جماعه، عرفتوا يا شباب؟ فطبعا حاجه زي كده يا جماعه ما تقعدش، ما تقولوش بقى اصل الام اصل كانت بتولد 10، اصل كانت بتولد 11، اصل كانت بتولد مش عارف عدد كبير، اصل كانت بترضع. يا باشا ما تنحيش، هي خلاص ما عادش بتشتغل عندك. هي لقحتها مره واثنين وثلاثة، لقحتها مره واثنين وثلاثة مش باين عليها حاجه، يعني مش باين عليها اي اعراض، ما عادش بتمسك. ممكن تكون كبرت في السن، ممكن تكون كبرت في السن ما عادش عندها خصوبه اساسا. سؤال المتابع يا جماعه طبعا هيظهر برده معانا في الفيديو، تمام، عشان برده الناس اللي بتبقى ايه تقول فين بحط سؤال المتابع. ماشي يا شباب، ده اهم شيء ان انت تتابع ارانبك وتتابع شغلك، يبقى عندك انتاج. الام يا جماعه اللي ما تدفعش الايجار ومبقاش معاه خلفه وعداد ما تقعدش. الام اللي ما تدفعش الايجار بتاعتها ما تقعدش. معنى اصح، الام اللي ما تشتغلش تمشي. الام اللي ما تشتغلش تمشي، هتقعد تاكل في قفاك ليه؟ هتقعد تاكل في دماغك وقفاك ليه؟ ما تقعدها، ما تقعدهاش، ما تقعدهاش نهائي. اصل هتقعده انت الخسران، هتاكل وتشرب من جتتك على قفاك، تلك الحاله دي انت الخسران مش كسبان حاجه. تمام، هقول لكم برضو على الحاجات اللي تستبعد من ضمن المعلومه، برضو انت استفدت المعلومه. تمام، انت اساسا المفروض بتلقح الام بعد الولاده ب10 ايام،
لو معاها ست، معاها سبعة، معاها تمانية، ب 10 ايام ماشي. طب الام مثلا لقحتها بعد 10 ايام ما مسكتش، عرف اليوم ال 14 بعد بقى، فاهمني يا جماعه؟ يعني مثلا ايه لقحتها وما مسكتش، عرف ذكر تاني ما مسكتش، عرف ذكر تالت ما مسكتش، تمام؟ يبقى يا باشا اكمل، تكمل رضاعتها، تكمل رضاعه عيالها، تمام؟ واستبعدها، ما قعدهاش بقى. تقعد تقول اصل عالج، اصل كان، اصل ما تقعدش، ما تقعدش يا غالي، مع عيال، مع خلفه، خد عيالها وبعد كده استبعاد. ما انت اتلقحت ما سكتش، ممكن يكون في مشكله في الرحم، ممكن يكون في تحجر في الرحم، في التهاب في الرحم، في اي اصابه في الرحم، ما هي ما بتمسكش ليه؟ ما عندهاش خصوبه. ما يبقى ده حاجات تخلي الام ما تمسكش. يبقى انت كده عشان ما تضيعش وقتك وما تنحيش مع الارانب، يبقى اللي ما تشتغلش تتممشي على طول. نتكلم بقى عن الحاجات اللي يفضل الاستبعاد من المزرعه. التهاب الرحم الشديد، الصديد اللي بينزل من الرحم شديد والكلام ده، ام تلقح ما تمسكش، ده استبعاد فورا من المزرعه. لان التهاب الرحم ممكن ذكر ينقل العدوى البكتيريا من ارنبه لارنبه، فتبدا الام المزرعه كلها بقى قلبها حاله التهاب رحم، يبقى انت كده مشروعك بيخسر وبتضم، تمام؟ التهاب الدرع الشديد، التهاب الدرع الشديد استبعاد. التواء الرقبه استبعاد، استبعاد على طول فورا. التواء الرقبه، التهاب الرحم، التهاب الدرع الشديد، ده استبعاد فورا، تمام؟ الام المسلسله اللي ضرعها في داهيه خالص وما عادش قادره تيجي لقدام وعندها كوكسيديا ومشاكل مش قادره، ما تقعدهاش، اصلك هتنهي في نفسك علاج، وهتنهي في نفسك ادويه، وهتنهي في نفسك علف ونظافه، هتخش اصلا عليها اصلا عيانه. انت كانسان هيجي لك اكتئاب، كل ما تخش كده على الارنبه المصابه ديت انت نفسك بتبقى متضايق، تبقى تقول يا رب النهارده، يا رب تموت قبل ما بكره. ليه بقى؟ انت حاسس انت اصلا مزاجك وحش، عامل عندك كده يعني قلق، وعامل عندك اكتئاب، يبقى مشيها ما تقعدهاش، ابعدها من قدام عينيك. بقى التهاب الرحم، السلسله وكوكسيدا الشديده، تمام؟ التهاب الدرع الشديد، التهاب العرقوب الشديد، التواء الرقبة، العرقوب الجامد يا جماعه اللي خلاص الام رجلها قورت خلاص، ما تنحيش. عود نفسك النهارده مع الارنب ما تنحيش، يمشي وجه غيره، يمشي وجه غيره. طبعا بتبقى عندك عامل عندك قطيع اللي هو الاحلال، لانك في المكان اللي زي يا جماعه مثلا بناخد مثلا انتقي، انضف الارانب بنخليها احلال، تمام يا شباب؟ تبقى مجهز عندك القطيع عشان تدخله في مرحله التشغيل هنا، تمام؟ يبقى كده قلنا يا جماعه استبعاد الحاجات دي. والام اللي اتلقحت اكتر من مره، مره واثنين وثلاثه وما مسكتش، يبقى يا باشا دي ما تقعدهاش، تقعدش علشان خاطر ما تنعيش في نفسك، تتعب في نفسك، تتعب في اعصابك، واعصابك تتعب اساسا، تمام؟ من انها تتلقح وما تمسكش، ماشي يا غالي؟ فطبعا انا حبيت من خلال حلقه النهارده ردا على اسئله احد المتابعين عنده على القناه، ايه اللي بيسال يقول لي يا ابو نرمين ارنبه لقحتها مره بعد الولاده ما مسكتش، لقحتها بعد ما فاطمه ما مسكتش، 3 مرات ما مسكتش، يبقى كده قال لي اعمل فيديو عن الحلقه دي يا ابو نرمين. قلت له حاضر، وعملت الفيديو يا جماعه اهوت، تمام؟ عشان برضو لو حد عنده اي مشكله عايز نعمل عنه حلقه، عنده اي حاجه عايز يعرضها للبيع انا تحت امره، عندك سلكات عايز تعرضها للبيع بنعرضها لك، عندك ارانب عايز تعرضها للبيع بنعرضها لك، عندك اي حاجه خاصه في المجال بتاعنا عايز تعرضها للبيع احنا بنعرضها لك، تمام؟ وكله بيرزق بفضل الله، وربنا يا جماعه يوفق الجميع، ماشي؟ اهوت قلنا يا جماعه الام اللي ما تدفعش الايجار تمشي، الام اللي ما تدفعش الايجار
تمشي. طبعا يا شباب دي كانت حلقة النهاردة ردا على احد الاسئلة على القناة عندنا. بنشكر الابطال اللي كملوا الفيديو الاخر. لو انت بقى اول مرة لسه تشوف الفيديوهات بتاعتنا، خد لك جولة كده في القناة، مش اول ما تدخل اول فيديو في القناة الو يا ابو نرمين انا عندي واحد اتنين وعندي مشاكل وعندي، ما القناة بقى عندك 1000 فيديو، خد لك جولة تعرف المشاكل اللي عندك حلها ايه، تمام، عشان تشتغل وتنجح ربنا يكرمك. تمام يا جماعة، دي كانت حلقة النهاردة، اشكركم لحسن المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.